مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وحياكم الله في حلقه جديده من برنامجكم برنامج ديوان الصحافه. كعادتنا مشاهدينا الكرام راح ناخذ معكم جوله سريعه لاهم وابرز عناوين اخبار جرائدنا الصادره ليوم الاربعاء ونشوف دائما بعد ما نشوف الاخبار والعناوين نحلل هذه الاخبار من خلال ضيوفنا الكرام. اليوم مشاهدينا الكرام طالعتنا صحفنا المحليه بالعديد من الاخبار وان كان هناك يعني موضوعين اساسيين هما الشغل الشاغل اليوم لصحفنا المحليه، الموضوع الاول هو موضوع اجتماع مجلس الخدمه المدنيه اللي قاعد اشوف اليوم صحفنا المحليه يمكن اغلبها كان مشيتاتها على الموضوع هذا وهو يتعلق في موضوع زياده الرواتب او المزايا والبدلات وكل صحيفه يعني تذكر ان زياده من بين 20 الى 30 أو أما موضوع الرواتب فتم تأجيله والكوادر الأسبوع القادم بسبب قد يكون كما تقول صحفنا خلافات بين الوزراء الذين اجتمعوا اليوم في مجلس الخدمة المدنية موضوع الزيادات واجتماع الخدمة المدنية تقريبا هو اليوم الطاغي الأكبر على صحفنا المحلية هناك طبعا خبر آخر لا تخلو صحفنا من المواضيع البرلمانية والحكومية والاستجواب النائب في صالح عاشور اليوم كذلك فجر المفاجأة المتوقعة واللي أعلن عنها في الأيام الماضية وقدم فعلا صحيفة استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر مبارك يعني حوالي من أربع أو خمسة محاور يتعلق هذا الاستجواب موضوع استجواب النائب صالح عشور كذلك من المواضيع اللي اليوم يعني زاحمت خبر أو اجتماع مجلس الخدمة المدنية. إذا اليوم مشاهدينا الكرام صحفنا المحلية بين خبرين خبر يتعلق في الرواتب والزيادات المالية وخبر سياسي برلماني يتعلق بالاستجواب وتداعياته وبعض التصريحات النواب والتوقعات لهذا الاستجواب. بقية الأخبار قد تكون يعني متنوعة كالعادة كعادة صحفنا المحلية لكن تقريبا هذان الخبران هما الخبران الاساسيان في جميع صحفنا المحليه بالاستثناء يبقى طبعا صحفنا المحليه لديها بعض الاخبار اللي تجتهد دائما كل صحيفه وتنافس الصحيفه الاخرى بان يكون لديها الاخبار الخاصه وراح نشوفها بعد قليل من خلال صحفنا المحليه. هذا الاهم وهذا المختصر. خلونا نذهب مشاهدينا الكرام ونشوف جريده جريده ونشوف جميع الاخبار الموجوده في صحفنا المحليه ونبدا بالشاهد اللي لن تختلف كثيرا عن اغلب صحفنا المحليه، المنشيات الرئيسيه اليوم بالغالب الاعم صحف يتعلق باجتماع مجلس الخدمه المدنيه واعتقد الموضوع مهم جدا واهتمت به الصحف المحليه نشوف الشاهد اليوم الاربعاء 25% زياده موظفي الدوله والخاص والكوادر الاسبوع المقبل تقريبا هذا الخبر مثل ما ذكرت لكم مشاهدينا الكرام راح تشوفونه هو ماشيت رئيسي لاغلب جرائدنا الصادره اليوم الاربعاء نشوف بقيه عناوين الشاهد ليوم الاربعاء خلافات الوزراء أجلت القرار واتجاه إلى رفع البدلات القديمة لمواجهة الغلاء المويزري لا زيادة في القرض الإسكاني الاجتماعي زاد إلى ستة آلاف عنوان آخر استجواب عاشور يترنح أمام الأغلبية لمخالفته مبدأ فصل السلطات وتدخل في أعمال القضاء مرض المبارك قد يؤجل الاستجواب والخرافي النوايا السيئة ظهرت خلال التصويت على الرئاسة حذر النواب من الفتنة الطائفية والكهرباء النواب وراء عدم صرف المكافآت عنوان آخر فضائح تعيينات البترول تقود وزير النفط لمنصة الاستجواب حسين جمد كشف التجاوزات وشكل لجنة تحقيق نظام التوظيف الكمبيوتر سهل التلاعب وتوجه لتعديل طريقة الاختبار عنوان اخير في الشاهد العميري سال عن الاسس والمعايير التي تم على اساسها اختيارهم الصقر المفوضون الجدد بهيئه المال كفاءه وخبره البراك تعيينهم جاء وفقا للترضيات والمحسوبيه هذه كانت عناوين جريده الشاهد ننتقل إلى جريدة أخرى من جرائدنا مشاهدينا الأعزاء ونذهب إلى الراي والراي المنشيت الرئيسي والعنوان الرئيسي يتعلق في الزيادات وأعتقد أن هذا موضوع اليوم وموضوع الساعة لصحفنا المحلية الزيادة على الراتب بين 20 و 40 بالمئة هو عنوان رئيسي للراي نتابع بقية العناوين دراسة الديوان ركزت على أصحاب المهن وذوي الإجور المنخفضة ولن تتخطى الخمسين في الإمية من الأساس وستكون كبدل وليس كادرا زيادة عامة للعاملين في القطاع الخاص وعدم النظر إلى موضوعه بشكل منفصل عنوان آخر قدم الاستجواب الأول في مجلس 2012 وأكد على وأكد أن عدم التعاون من مسؤولية النواب عاشور احترم رأي الغالبيه في طلب المناقشه السريه. المميزي لا زياده للقرض الاسكاني والملة مديرا عاما للسكنيه و2000 موظف وموظفه في البلديه على بند مكافأة الاعمال ممتازه. نواب في السجن المركزي اعضاء حقوق الانسان البرلمانيه اطلعوا على اوضاع المحتجزين السوريين والبدون هايف للراي قيادات فاسده في الداخليه ضخمت تهمه المليفي وللإنصاف تجب محاسبة من أهدر دمه وشتم أمه هذه تقريبا كانت هي عناوين جريدة الرأي نذهب إلى جريدة أخرى من جرائدنا المحلية وننتقل إلى النهار والنهار اليوم عناوين الرئيسية تتعلق باجتماع مجلس الخدمة المدنية والعنوان بالخلف يقول 25% زيادة على الراتب الأساسي هذا هو العنوان الرئيسي لجريدة النهار نشوف بقيه العناوين. لموظفي الحكومه والخاص والمتقاعدين ومستحقي المساعدات، واستثناء المعلمين والمهندسين والعسكريين والنفطيين. تسويه بدلات 104 وظائف ومهن ومضاعفه البدلات القديمه ومنح علاوات بدلا من الكوادر. إقرار بدل الإشراف والسماح بجمع البدلات وإرجاء كادر القانونيين اعتصام الاتحاد العمال الليلة للمطالبة بالكوادر والميزري لا صحة لزيادة القرض الأسكاني وجابر المبارك يعود هذا الأسبوع الأمير استقبل رؤساء البرلمانات العربية عاشور قدم استجوابا من خمسة محاور لسمو رئيس الوزراء وانقسام نيابي حول الصحيفة قانون لتجنيس العسكريين وأبناء الشهداء مناور لعاشور قبيض وتستجوب وعنوان آخر تركيا تشرع أبوابها أمام الاستثمار الكويتي إحياء التراث لم ندعم أنصار السنة المصرية ماديا ومحمد الكتتني ديمقراطية الكويت أعلى مما تحتمله المنطقة أي تقريبا كانت هي عناوين جريدة النهار ننتقل إلى جريدة أخرى وعالم اليوم وعالم اليوم كذلك عناوينها الرئيسية تتعلق باجتماع مجلس الخدمة المدنية زيادة جميع زيادة رواتب جميع الموظفين ومثل ما ذكرنا أغلب صحفنا المحلية اليوم هذا هو عنوانها الرئيسي نشوف بقية العناوين ممن لم تقر لهم زيادات مجزيه في الفتره الاخيره ودراسه البدائل المتاحه الاسبوع المقبل والسماح بالجمع بين البدلات. عنوان اخر جدل نيابي حول استجواب عاشور قدمه للمبارك من خمسه محاور الايداعات والتحويلات والبدون وبرنامج الحكومه وعدم تطبيق القانون. البراك سنمكن عاشور من الوصول للمنصه. وموقفنا بعد المناقشه المسلم ناصر محمد المسؤول الاول عن الايداعات والتحويلات وملتزمون بتشكيل لجان تحقيق المطوع الاستجواب مستحق وتوقيته مناسب وعلى الانبطاحيين ان يلتزموا بتعهداتهم العدساني استجواب عاشور لخلط الاوراق في الايداعات المليونيه دشت لعاشور دربك خضر نحن معك قلبا وغالبا عاشور استمرار الشمالي دليل موافقه المبارك على ما اتخذ من اجراءات في الايداعات. الشعبي تحويل وثيقه البدون الى اقتراح بقانون سنحاسب الحكومه اذا لم تلتزم بالحل. اخلاء سبيل 15 متظاهرا بتيماء بكفاله 100 دينار الجنايات تنظر اليوم دعوى بقيه المتهمين السبع واربعين ميناء مبارك في حقيبه المالك للكويت مصادر ترجح شراكه عراقيه كويتيه لانهاء الازمه الشؤون رئيس منتخب لاتحاد الجمعيات قريبا جدا نتعامل مع الجمعيات بمسطره واحده الزراعه 144 واربعين مربيا من المقدمين على الجواخير لا يملكون غناما 16 من 160 مربيا مستوفون للشروط. تكميليه البلد حضور خجول وكبار السن يحسمون المنافسه. هذه عناوين وهم اخبار جريده عالم اليوم. نذهب معكم الى جريده اخرى من صحفنا المحليه ونذهب الى الصباح والصباح اليوم كان عنوانها الرئيسي يتعلق بالاستجواب هو الرئيسي وهي تقريبا اللي تخالف اغلب صحفنا المحليه. خلاف نيابي حول استجواب الرئيس تقريبا راح نشوف فقط يمكن الصباح والكويتيه اللي عناوينها الرئيسيه تختلف عن بقيه صحفنا اللي الغالبيه كانت على موضوع الزيادات لكن الصباح والكويتيه ركزت على مواضيع اخرى، نشوف بقيه عناوين الصباح اللي مركزه على الاستجواب كعنوان رئيسي وترى بانه هو الاهم بالنسبه لها، نشوف بقيه جريده او اخبار جريده الصباح. قدمه عاشور من خمسه محاور الايداعات والتحويلات والتهاون في تطبيق القانون والبدون وبرنامج عمل الحكومه، عاشور لا تعارض بين الاستجواب ولجة التحقيق وساحترم راي الاغلبيه في السرية عنوان آخر الأخراف احذروا الفتنة الطائفية وابتعدوا عنها المبارك يعود نهاية الأسبوع وعنوان آخر إقرار زيادة الرواتب مطلع الأسبوع المقبل مجلس الخدمة المدنية أبدى تفهما للمطالب العمالية لمعالجة المزايا المالية تقييم الوظائف ومراجعة سلم الرواتب خطوة مستقبلية لمواجهة الاختلالات البرلمان العربي يدين انتهاكات النظام السوري ضد شعبه والميزي لا تو لا, تو لا توجه لزياده بدل الايجار او القرض الاسكاني اكد رغبه الحكومه في التعاون المطلق المطلق مع المجلس والكويت تدين اغتيال الدبلوماسي السعودي في بنغلاديش وصفر خطه التنميه للسنه الثالثه جاهزه اقبال ضعيف على تكميليه انتخابات البلدي زيد زيد عايش البلدي لا يقل اهميه عن الامه والدوامات منعت الموظفين صباحا والحمود يؤكد امتداد لعرسنا الديمقراطي. ننتقل الى جريده اخرى مشاهدينا الكرام ونشوف العناوين لصحفنا المحليه والعنوان الرئيسي للوسط تقول مصيده عاشور وكانها اعتبرت استجواب النائب صالح عاشور مصيده للاغلبيه البرلمانيه في مجلس الامه، مصيده عاشور هو العنوان الرئيسي لجريده الوسط، خلينا نشوف بقيه العناوين لجريده الوسط. استجوابه المبارك من خمسه محاور ابرزها الإداعات والتحويلات، وعنوان اخر الجنايات تطالب النيابه العامه برفع الحصانه عن هايف على خلفيه طلب فتوى اهدار دم السفير السوري. والوعلان يستغرب شراء الكويتية ل11 طائرة جديدة رغم رغم الاتجاه لتخصيصها هذه تقريبا مشاهدين الأعزاء كانت هي أبرز عناوين جريدة الوسط ننتقل إلى جريدة أخرى وهي الكويتية والكويتية لا اليوم الثاني على التوالي تفتح ملف التأمينات الاجتماعية وبالتالي اليوم يعني تركت موضوع اجتماع مجلس الخدمه المدنيه وتركت موضوع استجواب النائب صالح عشر اليوم تقريبا اغلب صحفنا يعني هما الموضوعان الرئيسيان اللي قاعد يتنافس للعنوان الرئيسي اللي اغلب صحفنا الكويتيه تركت هذان الموضوعان جانبا وركزت اليوم الثاني على التوالي على موضوع التامينات ومؤسسه التامينات الاجتماعيه ويبدو ان يعني وضعت التامينات الكويتيه تحت المجهر كما تقول يعني هناك خبر آخر أحب أن أنبه أنوه إليه في الكويتية يتعلق بأن لديها معلومات بأن الأمريكان